السلام عليكم ورحمة الله. أريد اليوم أن أخبركم عن مايكروسوفت تيم وأسهل الطرق وأهم المميزات التي يحتويها البرنامج. أولا، طريقة الإنشاء. عندما تفتحون برنامج مايكروسوفت تيم تظهر لكم هذه الشاشة. يمكنك أن تذهبوا إلى Join or Create Team. هنا عندما تأتون هناك عدة طرق للانضمام. هناك بعض المجموعات مفتوحة تستطيع الانضمام لها، أو مجموعات زودتكم بكود معين تستطيع الانضمام لها، وهذا الذي يهمنا الذي هو نستطيع استخدامه عندما نتصل أو نتواصل مع الطلاب. Create Team. عندما نذهب هناك نعطينا أربع خيارات: هل هذا صف، هل هذا Professional Learning، هذا Staff، هذا Other. نحن الذي يهمنا Class للطلاب، هذا يمكن يعمل مع الآخرين، لكن مع الصف كلاس. هنا نكتب اسم الصف، فمثلا يمكن أن نسميه Grade 9 ABC، مثلا Arabic B. يمكن أن تضعوا هنا بعض المعلومات، يمكن أضع مثلا اسمي لبعض الطلاب لما يحتاجون الأمر. طيب، الآن نكمل. Next. طيب، عندما نأتي إلى النافذة عندنا يكون خيارين. الخيار الأول هو أن نضيف كل طالب على حدة على المجموعة من خلال هنا. نبحث عن اسم الطالب، وثم بعد ذلك نبدأ بالإضافة، أو ننسخ الإيميلات من المانيج باك أو الآي سامز. وضع هنا. وجد هذه الطريقة صعبة. هناك طريقة أسهل، وهي أن نذهب إلى ثلاث نقاط هنا، ثم الآن عندنا هنا Get Link to Channel. هذا اللينك أسهل، كوبي، نذهب للمانيج باك أو للإيميل ونعمل مثلا بيست. فمثلا إذا ذهبت للمانيج باك، الرسائل، وأرسل جميع الطلاب، أوضعه كتاسك. يمكن أن أرسل الطلاب على المانيج باك، مثلا أذهب للصف العاشر وهنا على الرسائل أرسل الطلاب، بوست نيو مسج وأنسخه هنا. أو يمكن أن أذهب إلى تاسك وأعمل تاسك انضمام لل join to the class. تمام. طيب، الآن عندي أنا عندما يدخل الطالب إلى الرابط يكبس على join. طبعا أولا يجب أن يكون عليه عنده البرنامج، لأن بعض كثير من الطلاب ليس عندهم برنامج أصلا، فيحتاجون بعض الوقت لإرساله. لذلك أنصح أن يرسل هذا الرابط بشكل مبكر لكي يأخذ الطالب وقت حتى ينزل البرنامج، وينصحه أن ينزل البرنامج بشكل مبكر أو وقت مبكر. هذا واحد. اثنين، عندما يضغط الطالب على الرابط فإنه يظهر له شاشة يكبس عليها join انضمام، فيرسل طلب إلى المعلم. هذا الطلب يحتاج تقريبا، هناك تأخير في الحاسوب، يعني يمكن أن يحتاج إلى 5 دقائق ليصل لك كمعلم. بعد ذلك أنت تفعل accept لهذا الرابط، فتظهر هنا بالإشعارات أو يصل الإيميل مثل ما وصلني هنا لهذا الطالب. مثلا هذا الطالب، فأفعل قبول، أضغط على قبول، فتح في مايكروسوفت تيم ويظهر هنا الطالب وطلبه، ثم أضغط accept موافق. طيب، هناك بعض المميزات أعتقد يمكن تضيفهم أيضا يدوي عن طريق ممبرز. طيب، بعض المميزات أعتقد أنه من الجميل معرفتها. أولا، التواصل مع الطلاب أو مع الأهل. يمكن يكون هناك إيميل خاص للصف وتجمع جميع المحاورات في مكان واحد من خلال Get Email Address، فتفعلون هذا، وهذا يكون الإيميل خاص للصف، يرسل للأهل، يرسل لأي شخص، لكن جميع المحادثات سوف تظهر هنا في مكان واحد، فيجب الانتباه لهذا الأمر. أنا أنصح يمكن أن يرسل للطلاب أكثر.
يعني هذا أمر يرجع للمعلم، كان يريد يجعل الأمر لكن بشكل عام أو لا. طيب يعني بعض الطلاب ممكن لا يكون عندهم مثلا البرنامج والستون تنزيله بسبب مثلا خلف الكمبيوتر، فهذا يمكن أن يحل مشكلة أن يرسل إيميل وهو يرسل رسائله هنا ويشارك في المحادثة. طبعا لن يرى باقي المحادثات إلا إذا كرستم ريبلاي وهذا المعلم. هذا بالنسبة لهذه الميزة. شيء آخر، فايلز، هنا يظهر لنا جميع الملفات التي حملها المعلم للطلاب. طيب ويمكن أن يرسل أيضا رابط للفريق من هنا. في شيء جميل، كلاس نوتبوك، هذا يساعد المعلم كدفتر للطالب، يضع له بعض الملاحظات، يضع له بعض التدريبات هنا، يعطيك خيارات ويمكن أن تعدل في صفحة وورد. طيب وأيضا assignments الاختبارات يمكن يفعلها المعلم هنا، create، يبدأ بإضافة quiz أو assignment داخل، وهذا يساعده كثيرا. طبعا هناك ميزات كثيرة في البرنامج، حاول أن أقف فقط على أبرز المميزات والميزات التي تخص البرنامج. عند الكتابة في الأسفل هناك أدوات للمساعدة، هذا فيديو إذا أراد المعلم أن يسجل فيديو الطلاب، طبعا لا أنصح بالفيديو يمكن صوت أفضل، فهنا عندما نكبس الشاشة نضع أوف، يمكن نضع schedule meeting يعني توقيت للاجتماع يمكن يكون مباشر، فميت ناو خلص، هكذا صوت وريح للمدرس، يدخل بصوت مباشر يدخل بفيديو. تمام، وعندما يضغط على هذا يصبح هناك محادثة حيوية مع الطالب، يعني بنفس الوقت يتحدث يمكن يجيب على الأسئلة، وهذا يستخدم كثيرا في دورات الأونلاين. فقط هنا الكونفرزيشن تبدأ المحادثة مع الطالب، فتكون الأمور أسهل، ويمكن أن تعمل شير لبعض الملفات وأنت تتحدث نفس الوقت. أيضا إذا أحببت أن تشغل الكاميرا فأنصح الجميع بأن يفعلوا هذا الخيار، وهو أن يصبح حول المعلم ما يشبه الضباب هكذا، يعني مثلا الآن فعلته تستطيعون رؤية كل شيء حولي. الآن إذا أردت أن يجعل كل حولي رأيتم ضبابي شبه لا يستطيع أحد أن يراه، طبعا إذا دخل الإنسان الغرفة يظهر، لكن يحتاج وقت أو يستطيع المعلم إدراك الأمر بشكل أسرع. إذا حبت فيديو، وأنا لا أفضل أو لا أنصح المعلمين أن يكون هناك فيديو، رأيت الوضوح، هناك فرق وضوح بينهم، يمكن نشغله هذا الخيار وهو خيار الترجمة التلقائي لما يقول المعلم. طيب رأيتم هنا يترجم تلقائي كل شيء، لكن ليس بالشرط أن يكون صحيح. طيب هذا إذا أراد المعلم تسجيل المحادثة. هناك برامج ثانية يمكن يربط بها مثل سيرفي مونكي وغيره من البرامج مثل ويكيبيديا، الطقس وغيره إذا أراد يفعل بعض التدريبات. هذه أهم النقاط التي أعتقد أن يجب أن نعرفها، ونصيحة أخوية مني لكم أن تستكشفوا البرنامج قدر المستطاع. هناك عدة خيارات كثيرة، خيار كثيرة في داخل البرنامج، المحادثة الحية، لايكات، هناك تستطيع ترجمة المحادثة فوريا، تحديد الرسالة أنها لم تقرأ وتستطيع تقرأها فيما بعد، القراءة الذاتية، هناك عديد من الخيارات حقيقة في هذا البرنامج، هو برنامج رائع للتواصل مع الطلاب. فيسعدني تقديم هذا الشيء، وإذا كان هناك بعض الأسئلة حول البرنامج يسعدني أن أحاول جهدي بأن أساعدكم به. شكرا لكم على حسن استماعكم.